أقام كورال نادي شباب العروبة في حلب حفلاً وطنياً فنياً تراثياً بمناسبة أداء مراسم القسم وخطاب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وضم الحفل عدداً كبيراً من الحضور. من الأغاني الوطنية الحلوة الجميلة جداً اللي بيتفاعلوا مع الجمهور وبحبوها، طبعاً من أجمل الأصوات ليكن من هون وانت ماشي، كلهم هن رح يأدوا هالأغاني هاي. وطبعا في وقع كمان وفي شيء اسمه للقدود والموشحات. المشاركون عبروا عن فرحتهم بهذا الحفل، مؤكدين بأن الخطاب حمل معه عدة رسائل لكل من حاول النيل من صمود سوريا وشعبها. اليوم على حشبة مسرح نقابة فنانين بدنا نقدم إن شاء الله الأغاني الوطنية والموشحات والغدود بمناسبة أداء القسم للسيد الرئيس بشار الأسد، وإن شاء الله نحن رح نعبر كتير اليوم عن فرحتنا بهالمناسبة السعيدة. هذا يوم تاريخي لسوريا كلها. نحن بنادي شباب العروبة يعني ما ممكن نفوت هيك مناسبة عظيمة لنبارك للسيد الرئيس بأداء قسمه، وإن شاء الله يعني بنكون نرسل رسالة حب كتير كبيرة من نادي شباب العروبة للأدب والفنون لسيادته، بنقول له ألف مبروك. نحن عم نبارك مو بس لحضرتك، نحن عم نبارك لشعب سوريا بكامله. مبروك لسوريا، وإن شاء الله يا رب تضل سوريا بألف خير. نحن اليوم مشاركتنا بتعبر عن جواتنا كتير، وهي شرف لنا يعني انه نطلع اليوم على مسرح نقابة الفنانين ويعطونا هاي الفرصة بانه نغني فيها. حقيقة قلوبنا فرحانة، وهيك يعني هذا العرس الوطني له نكهته الخاصة، نكهة الانتصار، لانه عم نحس انه نحن انتصرنا على كتير عالم كانوا رايدين ان ما نكمل المشوار. من يوم لنشترك بالافراح اللي بتقيم الدوله، وفي اجمل من فرح انه السيد الرئيس هو القسم. فنحن كتير كنا سعيدين، واصرينا كاداره نادي واعضاء نادي انه نحن لازم نسوي احتفال. نشاطات وفعاليات شعبيه شملت العديد من المحافظات السوريه، عبروا من خلالها المواطنين عن تضامنهم وصمودهم مع بلدهم الحبيب سوريا بوجه الاعداء.